عندنا سيارة نيسان الجديدة اللي نيسان صني 2020. السيارة نزلت في السوق الأمريكي ونزلت عندنا الحين في السعودية. سيارة جديدة بالكامل من الداخل والخارج، معناها من الجيل القديم. زي ما جايبين معايا التصميم الأمامي مشابه جدا لسيارة ماكسيما أو سيارة ألتيما اللي هي الجيل الجديد من سيارات نيسان فزوتها الجديدة. صوت الجانبية ناعمة لسيارة من فئة هذه بالتأكيد. الواجهة الخلفية الخاصة فيها أيضا مشابهة لسيارات نيسان في أجيالها الجديدة. تصميم رائع جدا وبسيط في نفس الوقت. أعتقد حجم السيارة كبر بحاجة بسيطة عنها من الجيل السابق. من الداخل السيارة الكرات الداخلية تغيرت، صارت أكثر فخامة وأناقة منها من الجيل السابق. وجود شاشة معلومات، عندنا شاشة الإعدادات الخاصة بها، نثبت سرعة، التحكم بالنظام الصوتي عن طريق الشاشة الموجودة. الجير طبعا هو نفس الجير السابق الموجود. تصميم جدا جديد وأنيق. الداخلية بصراحة شوف عندنا هنا طبعا بلاستيك، لكن هنا عندنا بعض التطريزات الجميلة. مقاعد حق السيارة تصميم جديد، عندنا فتحتين خاصة باليوسبي المقاعد اللي بالخلف، وأيضا عندنا موجودة في الأمام. من الخلف أيضا المساحة الخلفية ما تغيرت بشكل كبير جداً.